لو سمحت أعطيني فرصة كرمال أشرح لك. تتذكر وعدك إلي؟ أنت قلت لي إنك رح تسمعني شو بقول. متذكر وعدي إلي؟ وعدتك أعمل أي شي بتطلبيه مني وأي شي ممكن إنه يفيدني أنا، بس أنا ما رح أسمع أي كلمة على أمي نياتي ولا كلمة. أنت بدك تستخدمي الوعد اللي وعدتك إياه كرمال تحرضيني على أمي؟ حتى أني ما بقدر أقول هالكلام لأمي بالمرة؟ إذا عرفت بكلامك أنه أنت شاكة بأنه عم تسبب أذى لابنها أكيد رح تنهار أمي. أبي مانو، أنت وعدتني أنك أنا رح أخلف كل وعد بيكون في شي ضد أمي نياتي، عم تفهمي؟ فيك تروحي هلأ إذا بدك، بس تذكري شغلة واحدة نياتي، ما رح إجي لعندك وصالحك ولا حتى رجعي. أنت لحالك بترجعي لهون، بس غيري نظرتك بإمي واعترفي بغلطك كمان. شنطايتك جاهزة والسيارة ناطرتك قدام الباب، صار فيك تروحي إذا بدك. تفضلي أمي، هاي الشاي. يسلموا مانورام. مانورام، إيه هذا الشاي ريحته كثير طيبه. هذا الشاي بالزنجبيل. خلينا نأجل شوي بس أسلم. شكرا لك. تفضل جاجاندرا. شكرا حبيبتي. منى تعال افطار حبيبي. انا مو جوعان. كيف يعني مو جوعان؟ ومبارح ما اكلت شيء. فتحت امك دائما هيك بتعمل وقت الاكل. يلا لشوف. كل ابني يلا خد الزبدية خلصها كلها ماشي؟